تحية طيبة مشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النافذة الحوارية. يسرني في هذا اللقاء أن أستضيف معي هنا في الاستوديو السيد خالد كرم، عضو الملتقى الاقتصادي الإثيوبي السوداني وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال السودانيين الناشط في قضايا السلام وأحد أعمدة الجالية السودانية في إثيوبيا. أهلا وسهلا بك سيد خالد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. شكرا لهذه الاستضافة، أشكركم كثير أخ محمد وأحيي عبركم المشاهدين الأعزاء. أشكرك وحياك الله في بيتك الثاني سيد خالد. سعدنا بزيارتك وإطلالتك معنا عبر نافذة برايم ميديا. نحن الأسعد، وإن شاء الله يعني يكون لقاء مفيد يستفيد منه الجميع إن شاء الله. تحياتنا لك. سيد خالد، أنت تقيم بين إخوانك وبين أهلك وأبنائك في أثيوبيا أكثر من عقد من الزمان، أكثر من 15 سنة تقريبا. كيف توصف لي إقامتك في الربوع الإثيوبية خلال هذه المدة من عمرك؟ سؤال جيد. أنا حقيقة فعلا موجود في أثيوبيا أو مقيم أكثر من 15 سنة، مستثمر في أثيوبيا. وحقيقة للتاريخ أنه منذ وطأت قدمي هذه البلد أو هذا الوطن العزيز لم أشعر بأني أولا قريب. فالسودان وأثيوبيا علاقات ممتدة وقديمة من الأزل، والشعب الأثيوبي يحب ويقدر الشعب السوداني، والشعب السوداني يقدر ويحب هذا الشعب العزيز. فكانت إقامتي كأني موجود في وطني، وبيعتبروا فعلا هذا هو وطني الثاني. نعم، وهو كذلك أنت مثل ما ذكرت لك بين أهلك وإخوانك. طيب، ذكرت بأنك في مجال الاستثمار، تعمل في مجال الاستثمار في أثيوبيا. هل لك أن تضعنا في مشهد التبادل التجاري بين السودان أو أثيوبيا؟ كيف تقيم التبادل التجاري أو التعاون التجاري بين البلدين؟ وهل هناك يعني كرجال أعمال لديكم رؤية لتطوير هذه الأواصر بين البلدين في المجال الاقتصادي؟ العلاقات بين السودان وأثيوبيا في المجال التجاري علاقات قديمة وأزلية وممتدة، وفي تبادل تجاري كبير بين البلدين، وحتى موجود بروتوكول يغنن هذه العلاقة. فأي منتج في أثيوبيا بيدخل السودان من دون جمارك، والعكس صحيح، أي منتج في السودان يدخل أثيوبيا بدون أي جمارك. والعلاقات في هذا المجال يعني ممتدة كما قلت، وفي حدود كبيرة جدا جدا بين البلدين، يعني يمكن تكون من أكبر الحدود للسودان بعد افتكر جنوب السودان. دولة جنوب السودان هي مع أثيوبيا، وعندنا منافذ عن طريق حمرة وعن طريق المتمة وعن طريق بني شنغول لمناطق الدمازين وعصوصة. وفي وقعوا هذه الولايات الموجودة وقعوا اتفاقيات تجارية وتسير على قدم وساق. وصح في تحترى بعض الإشكاليات والمشاكل، لكن كثيرا ما يكون في ملتقى بين التجار السوبيين والسودانيين لتزيل هذه العقبات. وأنا أفتكر أنه في الأيام الجاية في هذا الشهر أو نهاية هذا الشهر حيكون برضو في ملتقى تجاري أثيوبي سوداني كبير في أديس أبابا. فكله بعد فترة بيكون في ملتقيات بتناقش العقبات والمشاكل في التجارة الحدودية وغيرها بين البلدين ويزللوها. فالحمد لله في توافق وفي انسجام في هذا المجال. وهناك يعني عمل على إزالة العقبات، التغلب على التحديات،
من قبل يعني المستثمرين بشكل عام الرابطة؟ والله في اهتمام مقدر من الحكومة الأثيوبية في هذا المجال. نعم. يعني آخر لقاء تم هنا في أديس أبابا الحكومة الأثيوبية يعني أحضرت كل المسؤولين. نعم. المختصين سواء وزير التجارة أو وزير المالية أو إدارة الجمارك أو غيره وجلسوا مع السودانيين، ففي أي إشكاليات يعني طرحوها في هذا اللقاء تكونت لها لجان والحمد لله تزللت. عندنا بعض الإشكاليات البسيطة اللي في مجال التحويلات، لحد هسه عندنا إشكاليات، لحد اليوم ما في، حتى هذا اليوم ما في بنك مشترك، يعني ما أثيوبيا ما عندها بنك في السودان أو فرع، والسودان ما عنده فرع في أثيوبيا. والحمد لله نحن سمحنا للإخوة الأثيوبيين إنه يفتحوا فرع للبنك التجاري، والموضوع ده ماشي على قدم وساق، يمكن مشكلة الكورونا وكده أخرته، لكن نتمنى إنه يرى النور قريب ويكون في فرع للبنك التجاري الأثيوبي، لأنه ده بيذلل الكثير من العقبات في التحويلات الخاصة، سواء كان التحويلات الخاصة بالتجارة أو تحويلات المستثمرين أو تحويلات المقيمين. يعني الأثيوبيين في السودان كما تعلم إنهم كثر، يعني أكثر من 6 مليون أثيوبي يقيمون في السودان، ويجدوا صعوبة في التحويلات، ودائما يلجوا إلى طرق غير شرعية ولا تخدم البلدين. فإن شاء الله بفتح الفرع الخاص للبنك التجاري في السودان حتتذلل هذه المعضلة الكبيرة والأمور تنساب وتكون على أحسن وجه بإذن تعالى. بخصوص هذه النقطة، نعم، تواصلتم مع الجهات المعنية في بلادنا هنا أم أن الموضوع يعني إلى الآن لا زال من جانب السودان فقط؟ لا أبدا، نحن طبعا حسب علمنا أنه القانون الأثيوبي يعني ما بيسمح لبنوك أجنبية تقام في 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 إثيوبيا، في أثيوبيا. فنحن قمنا بادرنا، أو الحكومة السودانية وافقت على أنه إحنا قانون يسمح عندنا عدد من البنوك الأجنبية في السودان، فوافقوا للبنك التجاري أنه يفتح فرع في السودان، وبدوا في الإجراءات ونحن متابعين يعني. ويمكن زي ما قلت لك الظروف الحالية، نعم، يمكن ربما معقدة، نعم، هي الأخرت، لكن إن شاء الله قريبا يرى النور هذا الفرع إن شاء الله بإذن الله. طيب هذا يعني تطرقت إلى الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي عفوا، بما يتعلق بالعلاقات، يعني نحن نريد أن نعدد، وقد تحدث يعني عدد من الضيوف من أشقائنا وأهلنا في السودان حول هذه العلاقات من ناحية الجغرافيا، التاريخ المشترك، التشابه في العادات والتقاليد. ما الذي يربط الشعبين برأيك باختصار، يعني بين الشعب السوداني وبين الشعب الأثيوبي؟ أول شيء الشعب السوداني والأثيوبي لو بدينا بالسحنات، نعم، ما في فرق، يعني نحن أشكالنا متشابهة. أي أثيوبي في السودان هسه موجود لو ما يتكلم، يعني لو ما باللغة ما تقدر تعرفه أنه أثيوبي. ونحن هسه في أثيوبيا إذا ما لابس هذا الزي القومي، لابس اللبس الفرنجي زي ما يقولوا، ما في حد بيعرفني أنا سوداني، يعني يمكن طوالي يبدو يتكلم معي باللغة الأمحرية. فهذه واحدة. نمرة اثنين إنه نحن بنقول إنه العلاقات بين السودان وأثيوبيا علاقات يعني قديمة جدا، قديمة، وكان في الأول حتى ما فيش حدود، ما في أي حدود بين السودان وأثيوبيا، دي كلها خلق المستعمر، يعني كانت بلد واحدة ومفتوحة لبعض، ويعني حصلت يعني كثير من العلاقات الاجتماعية والتزاوج في الفترات السابقة ولا زال. فالشعب الأثيوبي يعني محب للطرف الآخر سواء كان سوداني أو غيره، دائما بيحبوا الطرف الثاني أو الأجنبي أو كيف يقدروه، ونحن لقينا هنا كل تقدير من جانب الأثيوبي. وفي نفس الوقت نحن يعني زي مسكت الفن، نحن فننا واحد، السلم الموسيقي واحد. الليلة من تمشي أي نادي أثيوبي بالليل هنا في أديس أبابا تجد أنه تتخللوا أكثر من 3-4 أغاني سودانية، والسودانيين يهووا الأغاني الأثيوبية ويحفظونها عن ظهر قلب، وكثير من الفنانات الأثيوبيات جو السودان وسجلوا أغاني باللغة السودانية، وأسع يعني موجودة هنا في 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 أثيوبيا والعكس. ففي تعامل وفي تصاهر
وعلاقة منسجمة. يعني أنا قل ما أرى علاقة زي دي بين دولتين. فنحن شعب واحد، ما في كلام، شعب واحد. إنما هي زي ما قلت لك المستعمر هو يغير. كانت زمان كانت دولة واحدة أثيوبيا والسودان، مملكة واحدة. يعني يقال إنه الملك النجاشي كان يحكم المملكة ممتدة لحد السودان يعني. فكانت أثيوبيا والسودان كانت دولة واحدة حقيقة في. نعم نعم. جيد جدا. طيب، وحسب توصيفك على هذه لهذه العلاقات، وحسب الواقع على ما نشاهده، كيف توصف ما يمكن أن يعكر صفو هذه العلاقات؟ اليوم نحن نشاهد بعض الأخبار في المناطق الحدودية. أريدك أن تطلعنا من وجهة نظر المواطن السوداني الذي يراقب المشهد، كيف توصف لنا هذا المشهد برأيك؟ والله أنا أقول إنه أي توتر أو أي مشكلة بين السودان وأثيوبيا دي مشكلة لا تخدم البلدين ولا تخدم الطرفين، إنما تخدم أعدائهم. فهذه الدولتين كما ذكرت سلفا إنها دولة واحدة، والشعب يعني العلاقات بين الشعبين أبدا ما بتتعكر، دائما صافية، لأنه في حب، في محبة زايدة يعني بين الشعبين. فدي نحن بنعتبرها يعني الحياة اللي بتجي دي بنعتبرها أشياء عابرة عابرة، زي السحابة المرت ما تستمر ولا يمكن تستمر، لأنه الشعبين متفاهمين، والشعبين الاثنين لا يريدون المشاكل ولا يريدون الحرب، بل يحبوا السلام ويحبوا أنه أي مشكلة يعني تحدث بين البلدين لابد أنها تنتهي بالحوار. والحمد لله لحد الآن الحوارات مفتوحة بيننا وبين أثيوبيا. وآخر مرة غريبا كان نائب رئيس الوزراء موجود ويتحدثون في هذه المشكلة بروح طيبة، مشكلة الحدود، وكل شيء بالحوار حينتهي. وأنا أقول إنه الناس تنتهي الحوار، فالحوار ثم الحوار، لأنه في النهاية ما في مشاكل بين البلدين، وأي مشكلة بين البلدين لا تفيد الطرفين، إنها تفيد ربما جهات أخرى. طالما أنه لا حل لهذه المشاكل الحدودية لما ذكرته من أسباب وغيرها أيضا إلا بالحوار، وكان هذا الرأي سائدا بين البلدين، إذن هل ترى بأن هذه الأحداث الأخيرة فرضت على الجانبين فرضا؟ والله الأشياء يعني حصلت دي يعني كانت يعني غريبة لكل الناس، ونحن جميعا يعني فوجئنا بهذه الأحداث. ولكن في النهاية هذه الأحداث يعني أنا مطمئن إنها يعني تمر، وفعلا هي مرت مرور الكرام. وكان الجانب الأثيوبي كان متفهم جدا، يعني السيد رئيس الوزراء الأثيوبي يتكلم كلام جميل، والشعب السوداني يعني كله فرح لهذا الكلام، إنه نحن والسودان قال ما بيناتنا أي مشاكل، ونحن إذا في أي مشكلة ما بنحلها بالحرب إنما نحلها قال بالتفاوض، وده كلام جميل. وهم خلي مشكلة بيننا وبينهم. نحن لما كان عندنا مشكلة في بعد الثورة حقتنا، لما كان في مشكلة كبيرة بين المكون العسكري والمدني، الحل المشكلة منه حل رئيس الوزراء الأثيوبي السيد الدكتور أبي أحمد ومحمود درير جزاهم الله خير، حلت أثيوبيا في النهاية. الحل كان محمود درير. فهم إذا جوا وحلوا مشكلتنا، هل لا يستطيعون يحلوا مشاكل حدودية بسيطة جدا عبرة؟ هذه مشكلة عبرة وبسيطة، وحق الإعلام ما يديها يعني كبير حجم، لأنها في النهاية زائلة، وحان نكون إخوان ونتفاهم وكل شيء حيكون، ودي كلها غرصة يمكن المشاكل دي العهد البايد عندنا في السودان. فنحن مطمئنين إن العلاقات حتكون كما نتمناه. أتتوقع أن تكون هذه الأحداث أو الاضطرابات تكون درسا للبلدين الشقيقين في المستقبل؟ الشروخ أو الشرخ الذي تحدثه مثل هذه الأحداث بين البلدين ربما يدفع ثمنها الأجيال. إذا نحن نقول أن الحكومتين ليستا عاجزتين عن الحوار والتفاوض،
ولكن نحن نقول إلى أي مدى قد تؤثر مثل هذه الممارسات في الاندفاع بالقوة لعلاج المشاكل بين الأفارقة بشكل عام، خاصة بين السودان وإثيوبيا؟ أليس من الأجدر الاستمرار في الحوار والتفاوض حتى الوصول إلى حل؟ نعم، أهم حاجة هو التفاوض والحوار، وأي مشكلة بين البلدين لن تحل إلا بالحوار. وأقول لك ما أثرت كثير، يعني الشعب السوداني متفهم لكل شيء، ربما تكون تفلتات من بعض الجهات أو غيره، لكن الشعب السوداني مؤمن إيمان قاطع بالصلات بينه وبين أثيوبيا. ونحن هسه بنحتضن يعني عدد كبير من اللاجئين كما تعلم، وبنروح طيبة ونوفر لهم، نستقطع من قوتنا، رغم الشعب السوداني وظروفه اللي انت تعلمه وكده، بيستقطع من قوته بدي هذا الشعب اللي هو ضيف عندنا، فما أثرت هذه الأشياء. والناس دائما يعني بيحتبروها بين الأخوين في البيت تحصل الإشكاليات، تحصل الاختلاف، لكن زي ما انت قلت بالحوار وبالتفاوض والجلوس في مائدة واحدة نحن نصل لحل يرضى الطرفين بإذن تعالى. أشكرك على هذه الروح الطيبة سيد خالد. أنت أطلعتنا في الحقيقة أو وضعتنا في حقيقة العلاقات بين البلدين. أريدك أن تسلط لي الضوء يعني مواطن سوداني ونحن نعتز بك في جمهورية السودان، الإثيوبيون أو الرعايا الإثيوبيين في السودان، كيف تقيم لي أحوالهم حسب يعني ما تراه على أرض الواقع أو ما تسمع عنه؟ كيف تجد معاملتهم من السودانيين؟ طبعا أنتم تتحدثون عن ذلك، ونسألك نحن على أساس أنه يعني ربما أنت الأدرى بواقعهم هناك. والله أنا أجيب على السؤال ده، لكن يعني حقيقة لو جبتوا أي عدد من الأثيوبيين الموجود هناك وسألتهم السؤال ده، كان بتكون الإجابة من موقعهم يعني تكون أجدى وأحسن من عندي. لكن نحن حقيقة لا نعامل الأثيوبيين بمعاملة أجانب بل إخوان. نحن المعاملة اللي بنعامل بها الأثيوبيين في السودان يعني حقيقة ما نفس المعاملة اللي بيعاملونا هنا، مثلا بالذات في مجال الاستثمار والتجارة. فنحن في أثيوبيا، في السودان بلدنا مفتوح، والأثيوبي يشتغل في أي مجال. يعني تلقى عندنا الأثيوبي يعني يشتغل في كل المجالات بدون تقييد، يعني بدون تقييد يشتغل، وعادي جدا جدا، وكأنه سوداني، وما في، والسودانيين يحبوهم جدا جدا، ما في أي إشكالات. حتى اللي بيكون شغال في البيت، صاحب البيت السوداني بيعتبر واحد من أولاده، يعني حتى لو جاب هدايا لأولاده بيجيب له، جاب كسوة لأولاده، لو مرض بيعالجه من فلوس مش من مرتبه. وعلاقات يعني حقت ابني وأبي، يعني العامل اللي بيشتغل معانا، فمعاملة خاصة جدا جدا في السودان. وإن شاء الله لو استضفت أي واحد من الأثيوبيين حيقول لك الكلام ده، موجودين هناك يعني في السودان. جيد. بالنسبة لما يتعلق سيد خالد بما يتعلق بالتدخلات الخارجية في الأزمة بين السودان وإثيوبيا أو بعض الأحداث بين السودان وإثيوبيا، هناك من يردد أن هناك تدخلات خارجية بهذا الشأن. كيف ترى هذه يعني الأقوال التي تقول بأن هناك تدخلات خارجية؟ والله نسمع الأقوال ونسمع كثير من الجهات يتحدثون عن أنه هنالك بعض التدخلات، لكن أنا أؤكد لك إن حكومتنا الآن وفي ظل الظروف الديمقراطية وهذه الثورة في الفترة الانتقالية لن يملي عليها أحد أبدا، لن أي جهد كان من كانت لا تستطيع أن تملي على السودان. والسودان دولة سيادية ومستقلة ولها رأي خاص، ولن يأثر معنا أي حديث إن شاء الله، لأنه علاقاتنا مع أثيوبيا أقوى وأكبر من أي تدخل أو من أي تأثير خارجي إن شاء الله. نعم، ولكن هناك أطراف تريد الاستفادة من هذه الأزمة. ربما، لكن نحن لن ندع فرصة لأي شخص يعكر صفو العلاقات بيننا وبين أثيوبيا إن شاء الله. هذا أمر واضح وهذا شيء نؤمن به، ولكن لا نستطيع أن ننكر هناك يعني من يهلل لهذه الأزمة.
لا ننكر أن هناك من حتى يصب الزيت على النار حتى تشتعل هذه الأزمة، ألا يؤثر أو تؤثر تلك الحملات بشكل سلبي على هذه العلاقات بين أثيوبيا والسودان؟ والله كل من يحاول، يعني أنت قلت في ناس مثلا يستطيع عايزين يحاولوا يعكروا صفر علاقات أو يستفيدوا أو يصطادوا في الماء العكر أو غيره، لنحن لن نتركهم فرصة إن شاء الله. ونحن كشعب ما يقع الحكومة، الشعب السوداني لن يدع فرصة لأي جهة كانت أن تكون حائل بيننا وبين علاقاتنا بأثيوبيا. علاقات ممتدة، علاقات قديمة، علاقات نسب، علاقات صهر. نحن عدد كبير من السودانيين من كبار الأسر متزوجين من الأثيوبيين، والعكس يعني في زيجات وناجحة وكبيرة من أسر كبيرة جدا في السودان، كلهم أصولهم يعني أماتهم غيرهم من أثيوبيا، والأمثلة كثيرة. فدي بتكون سد منيع لأي يعني محاولات من جهات أخرى عشان تعكر صف هذه العلاقة. بالتأكيد، وهناك يعني القيادة العليا تحدثت حول هذا الأمر وأكدت على أنها لن تسمح لأي من هذه المحاولات اليائسة للإضرار بالعلاقات بين السودان وإثيوبيا، وأنها مثل ما تفضلت تبقى حصنا منيعا أمام هذه المحاولات اليائسة العبثية التي تحاول التفرقة بين الشعبين وبين القيادتين. ولكنهم في نفس الوقت يعني أكدوا بأن هذه لا يمكن أن تكون يعني مسألة الاشتباكات، يعني مسألة الاشتباكات المسلحة أنها لا تكون إرادة سودانية، وكذلك لا تكون على الإطلاق إرادة إثيوبية. نتمنى في الحقيقة أن تنتهي مثل هذه الأحداث. أستاذ خالد، بالنسبة لما يتعلق بدور الدبلوماسية الشعبية، كيف يمكن أن تلعب الدبلوماسية الشعبية دورا فعالا إيجابيا في يعني تقوية أواصر العلاقات بين إثيوبيا وبين السودان، وما هي الأدوار المنوطة بها في هذه الأزمة وفي غيرها من الأزمات؟ أنا بفتكر أنه الدور الشعبي أو الدبلوماسية الشعبية هي أقوى وأهم وهي الباقية. الحكومات تزول وتزال، لكن العلاقة الأزلية بين الشعبين هي العلاقات الممتدة، وهي الضمان الحقيقي لاستمرار هذه العلاقات. وعندنا في السودان أكبر جمعية هي جمعية الصداقة السودانية الأثيوبية، ولها يعني اهتمامات كبير بالعلاقات بين البلدين. ونحن هنا في أثيوبيا في أديس أبابا يعني ساعين سعي حديث، وبدينا أساس أنه نكون جمعية الصداقة السودانية الأثيوبية في أديس أبابا، واتصلنا بكثير من الجهات، وإن شاء الله يعني قريبا هذه الجمعية ترى النور، تكون كأختها في السودان. أين وصلت مراحلها؟ عفوا عن المقاطعة. والله إحنا عملنا اتصالات، كان يعني في عهد سفير سابق نحن بدينا عملنا اتصالات بالناس، يعني عندكم كثير من الطلاب اللي تخرجوا من جامعة أفريقيا العالمية، ودي سنويا بتخرج يمكن أكثر من 70 أثيوبي بالمنح اللي بيدوها لهم، وديل عندهم رابطة كبيرة. اتصلنا بهم، اتصلنا بكثير من الأثيوبيين اللي عاشوا في السودان، الناس اللي عندهم مصالح في السودان، الناس المزوجين سودانيات والأثيوبيين مزوجين أثيوبيات، اتصلنا بهم وبدينا نسجل، وعايزين نعمل اجتماع كبير إن شاء الله ربما يكون في النادي السوداني إن شاء الله مع العهد الجديد وهذه الديمقراطية وهذه الفترة الانتقالية. ورئيس الوزراء أحمدوك كان واحد من الجالية السودانية في أثيوبيا ومقيم في أثيوبيا ويعمل هنا، ولحد الآن دكتور عبد الله أحمدوك، ولا الآن بيته موجود في أثيوبيا. فالعلاقات كبيرة، والجالية السودانية يعني مهتمة اهتمام كبير جدا بهذه الناحية. ونحن هسه طبعا عندنا لجنة تيسير للجالية، فإن شاء الله في انتخابات للجالية، مجرد ما تقام لجنة بتاع الجالية أول حاجة حنعملها حنعمل هذه الجمعية، جمعية الصداقة الأثيوبية السودانية بإذن تعالى قريبا. إيش أدوارها اللي تبغوا تسووها في الجمعية؟ الجمعية هي طبعا أسف زي الإشكالية اللي حصلت دي، يعني الجمعية كان ممكن تتصدى لها بالعلاقات الشعبية ومع الدبلوماسية، الناس يحلوا أي مشكلة وما يخلوها تصل للدور ده، لتفاهمات اللقاءات
بين الجانبين وغيره، وتزلل مشاكل كثيرة بالنسبة للأثيوبيين المقيمين في السودان والسودانيين المقيمين في أثيوبيا، ويكون في يعني عندها لوائح وقوانين تساعد لتوطيد العلاقات بين البلدين إن شاء الله. أمر جيد جدا، ونحن بدورنا ندعم مثل هذه المبادرات الإيجابية التي يعني هدفها بالفعل مثل ما تفضلت أن تكون جسرا للصداقة بين البلدين الشقيقين. في الحقيقة نتمنى لكم التوفيق. بالنسبة لما يتعلق بظاهرة الاشتباكات الحدودية، ما الذي يخفف من تفاقم هذه الأزمة برأيك؟ ما هو الحل الجذري للتفلت الحدودي بين المزارعين خاصة في مواسم الحصاد؟ والله نحن يعني أنا في رأيي يعني الشعب السوداني متفهم، نعم، وعارفين إنه هذه التفلتات ليست من الحكومة، وإن في بعض الميليشيات والشفتة وغيرها تقوم بهذه الأدوار وبهذه المشاكل. ونحن عايزين أول حاجة لابد أن تصل اللجنة المشتركة لترسيم الحدود، وبعد ترسيم الحدود وكل دولة تعرف موقعها وتعرف حدودها، نحن والله بلدنا مفتوحة للأثيوبيين، نعمل معهم اتفاقيات يدخلوا يزرعوا، لكن بعد إيه؟ بعد كل إنسان يعرف حدوده ويرسم الحدود يبقى الأثيوبيين مرحب بهم في السودان، المزارعين الأثيوبيين يجوا لإخوانه ويدعاونوا معهم ويتكاتفوا ويتآزروا، النقص الموجود في السودان يتم الأثيوبي، والنقص الموجود مع المزارع الأثيوبي يتم له المزارع الأثيوبي، ونحن إخوة في الآخر. فإن شاء الله حيرى الأمر ده حيرى النور بعد ما نرسم تتم ترسيم الحدود بين البلدين إن شاء الله. أشكرك أبو محمد على هذه التوضيحات. في الختام أريد منك رسالة توجهها إلى الشعبين الإثيوبي والسوداني، وكذلك إلى القيادتين السودانية والإثيوبية. أولا بالنسبة للشعبين أطلب منهم إنهم ما يسمعوا للغال والغيل والأغاويل التي يعني تزع للشرخ والتأثير في العلاقات بين البلدين، ويتمسكوا بوحدتهم وبعلاقتهم وبتكاملهم وبانتماءاتهم، اللي هي نحن نعتبر شعب واحد، ويكونوا أقوياء ضد أي يعني عاصفة أو ضد أي تيار يحاول يفرق بين الشعبين. ونطلب من الحكومتين الإسراع في ترسيم الحدود، اللجنتين اللجنة الموجودة بين البلدين لابد أنها تسرع في هذا المشروع، هذا الموضوع، عشان حتى ما لا يعطوا فرصة لأحد أن يتدخل بين البلدين، يسدوا هذه الذريعة بوصول البلدين للحدود بين البلدين باتفاقية جديدة وتوقع بين البلدين، ويكون البلدين في أمن وأمان وسلام إن شاء الله. نشكرك أستاذ خالد كرم، عضو الملتقى الاقتصادي الإثيوبي السوداني وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال. أنت أيضا ناشط في قضايا السلام، ونتمنى لنا ولكم السلام أيضا. أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات، شرفتنا بتواجدك في الحقيقة، ونتمنى أن نلقاك مجددا. شكرا لك كثير، وأنا بدوري أشكركم شكر جزيل لهذا اللقاء الطيب، وإن شاء الله نجلس مرة أخرى وتكون كل الشوائب وكل المشاكل العالقة بين البلدين انتفت، وإن أنا ما بسميها مشاكل، هي ما مشاكل، هي زي ما قلت سحابة عابرة، وإن شاء الله ربنا يوفق الطرفين إلى ما يحب ويرضاه، ولكم الشكر الجزيل. شكرا لك. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا من برنامج النافذة الحوارية. نشكركم جزيل الشكر، وحتى ألقاكم مجددا في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.